كانت ثورة الحسين عليه السلام بمثابة زلزال بحجم الأرض يضرب جذور السلطات الظالمة فترتد عليهم زلازل بعد زلازل، لا تهدأ واحدة منها إلا لتأتي الأخرى أشد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. السيف الذي رفعه الأعداء في وجه الحسين عليه السلام في كربلاء هو نفسه السيف الذي رفعته قريش في وجه رسول الله في معركة بدر وأحد والأحزاب، والراية التي رفعوها ضد أهل البيت في عاشوراء هي نفسها الراية التي رفعها بني أمية ضد علي في معركة الجمل وصفين ونهروان، والخنجر الذي حزوا به رأس الحسين عليه السلام في يوم العاشر من محرم هو نفسه الخنجر الذي قطعوا به كبد حمزة سيد الشهداء في يوم أحد، والرمح الذي رفعوا عليه رأس الحسين في معركة عاشوراء هو نفسه الرمح الذي غزره الرومان في ظهر جعفر الطيار في معركة مؤت، والنار التي أشعلوها في قيام أهل البيت بعد مقتل الحسين عليه السلام في كربلاء هي نفسها النار التي أضرموها في باب دار فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحجر الذي أصاب جبهة الحسين في كربلاء هو نفسه الحجر الذي كسر رباعية رسول الله في معركة أحد، والماء الذي منعوه عن آل الرسول في عاشوراء هو نفسه الماء الذي منعوه عن أصحاب علي في صفين، فالقوم في كلا الجبهتين أبناء القوم، أبناء الرسول يمثلون الرسول وأبناء الأدعياء يمثلون الأدعياء وكل يعمل على شاكلته. لقد طالبنا أهل البيت أن نستدر الدموع غزارا على مصاب الحسين، ولكنهم أرادوها دموعا واعية تستند على معرفة الحقوق وتحمل المسؤوليات وأداء الواجبات ومعرفة الرب والنبي والإمام، فالدمعة التي تتدحرج من العيون البصيرة والقلوب الصادقة والضمائر الحرة هي الدمعة المطلوبة في هذا المصاب الجلل.